هنروح لمعلقنا الكابتن محمد عفيفي وتغطية لمراسم تسليم الجوائز، فإلى هناك. شكرا مرة أخرى كابتن هيثم سعيد، شكرا كابتن ممدوح إسماعيل، كابتن أحمد زكريا. عودة من جديد مع تتويج الأبطال، النجوم الكبار، الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش. النادي الأهلي اللي النهارده خلص وما رحمش وأتى باللقب والدرع والذهب الخامس تواليا وال 33 في المسيرة الاحترافية مع الدوري الممتاز في الكرة الطائرة المصرية على مستوى الرجال. والتتويج بالتأكيد بعد تتويج الميدالية البرونزية اللي طلعها على الجيش صاحب المركز الثالث، ثم نادي الزمالك صاحب المركز الثاني كالعادة. ده الترتيب بتاعنا وكالعادة مع الوصول للقب والدرع والذهب للأول البطل الكبير النادي الأهلي النصر الأحمر اللي بيتوج بالتأكيد وفي هذه اللحظات في وصول للكابتن محمد مصالح ميدو إلى جوار الكابتن تامر تايجر، كابتن تامر مجدي، الكابتن محمود جمعة، والنجوم بقى الكبار كلهم السكواد اللي كان موجود النهاردة في وجود عبد الله عبد السلام الكابتن والقائد الى جوار احمد صلاح، عبد اللطيف عثمان، عبد الحليم عبو، احمد صلاح بالتاكيد زي ما قلنا، وعبد الرحمن سعودي اللي دخل في سكواد هذه المباراه لكن ما شاركش، لكن موجود ايضا كرازمير جورجيف البلغاري هذا المحترف الرائع في تشكيله النادي الاهلي واللي قدم مباراه استثنائيه، حاله حال اللي قدم مباراه استثنائيه وخياليه، المحترف الثاني في تشكيله النادي الاهلي رايموند سيزيتو الكندي، احمد قطب بالتاكيد، حسام يوسف عبد الله البصير الثاني في تشكيله النادي الاهلي الخبره، احمد عبد العال اللي نزل في اخر نقطه علشان يعمل الاستقبال المميز اللي يخلص من خلاله احمد سعيد نقطه المباراه واللقب بالدرع والذهب ولمره جديده، ومحمد عادل دوله البرج الاهلاوي الدولي البطوله بالتاكيد، وعبد الرحمن الحسيني اللي بره قائمه هذه المباراه، محمود رؤوف عبد القادر اللي كان حاله في الشوط الثاني مع ارسالاته ونزوله اللي بيعمل من خلالها او بالتغييره دي التحويله ميدو، محمد مصالح في اداء النادي الاهلي، محمد رمضان الرائع الرائع الليبرو في تشكيله النادي الاهلي الى جوار مومو، محمد معوض بالتاكيد اثنين من ثنائي الليبرو المحترمين فنيا في تشكيله النادي الاهلي، حالهم حال كل نجوم النادي الاهلي واحمد سعيد وابو السعود السيد وكل نجوم النادي الاهلي بالتاكيد، والكابتن ايمن علي الاداري والمدير الاداري الكابتن خالد ابو زينه والمحلل التقني احمد سعيد بتعددها فولي والسكاوتنج والشغل العالي، وعبد الرحمن مكي المدلك والطبيب ايهاب فخر الدين وتاهيل سامح ظلام والاحمال الحسن عبد المجيد، وها هي لحظه التتويج كاس البطوله، عبد الله عبد السلام الغزال المصري الوحش الاهلاوي يرفع من جديد كاس الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، حالة استثنائية وخيالية في عالم الكرة الطائرة المصرية بأجواء أكثر من رائعة، نتمناها تستمر في كل البطولات والألقاب والأرقام، وقلنا لسه الكاس بتاع أهل الصفوة بتاع النادي الأهلي جاي وبدايته مع الشرقية للدخان يوم 7 بإذن الله من شهر يونيو الجاري، الأهلي الكبير، الأهلي العظيم، الأهلي الذي لا يموت ولا يمل من البطولات ولا يشبع من الألقاب، الأهلي الذي لا ينحني ولا يخضع ولا ينهار حتى وإن كان في أصعب الظروف، الاهلي النجم وجمهوره ومجلس ادارته ولاعبيه وكل مريدينه بالتفوق هم نجوم في عالم الرياضه المصريه والكره الطائره الاهلاويه، بتكمل المسيره الكبيره بعد فوز بلقب السوبر الافريقي للنادي الاهلي على مستوى الرجال وبنات 18 سنه على مستوى الكره الطائره في بطوله الجمهوريه، ها هو النادي الاهلي يتوج باللقب والدرع والذهب للنسخه رقم 33، احتفاليه كبيره كابتن هيثم بالتاكيد ليك كل التحيه وللكابتن ممدوح اسماعيل للكابتن احمد زكريا والاستاذ عز حافظ والاستاذ محمد ناجي اللي دعمنا بالكثير من المعلومات وكل فريق العمل اللي موجود في الاستوديو وحتى اللي موجود في صاله المقاولون العرب وكل الصالات اللي نقلنا منها العديد من المباريات على مدار الموسم، مبروك مره ثانيه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم، تحياتي في الاخير محمد عفيفي بعد قليل مع الكابتن هيثم السعيد وضيوفي محللينا الكرام واستكمال الاحتفاليه مع الصداره والهيمنه للكره الطائره المصريه دائما للنسر الاحمر النادي الاهلي.